جت الاسعار من ناحيه العلف والتعب، الناس تعبانه من ناحيه القضب غالي. الاسعار كلها غاليه. الاسعار كلها غاليه تبع بعضها السوق. كيف؟ سواء الخارجي ولا الوطني؟ زي بعضها، الخارجي ب 600 و 650 ومن روماني واسباني وغالي، والوطني من 1200 وبرا غالي. كل شيء غالي، ان شاء الله ربي يفرج علينا بس. ربي يرحمنا ان شاء الله، العيد مبارك ان شاء الله. مواشي بالنسبه للمواشي الاسعار يعني متناسبه، يعني في حسب من 500 ل 1500. الوطني كيف الخارجي الاسعار؟ لا الوطني كم؟ الوطني اكثر من ال كم ديما؟ نعم الاسعار بكم يعني؟ الوطني والله الوطني من 1500 وراجع. من 500 ل 1500. سعر غالية، سعر من الأعلاف ومن يعني العلفة غالية، وين على ما ناخذ فيها قبل يعني زيادة فوق 50%، مش حتى 20% ولا 30%، وين الكلفة غالية كلها، اليد العاملة غالية كلها غالية. راهي ما يعني المربي تعب راهو. غالية غالية بصراحة غالية، مش شنو النتيجة، ما فيش نتيجة، مشيطين فيها النار كلها. كيف الوطني كيف الخارجي؟ كل بالله ب6 جنيه انباع ب600 و700 الخارجي، كيف زيادة؟ والله الاسعار خياليه يعني، ماهيش يعني مناسبه حتى دو الحد المحدود. المواطن هو ياخذ في مرتب، كنا دو مرتبات قالوا من ضمن حتى التهريب بساحه. وين التهريب؟ ما رينا شيء، احنا ما رينا شيء، لا رينا تهريب، لان كلها اقاويل تحكى وخلاص. مو الناس الدور، واحد عاطيني 800، واحد 900، معقوله ضحيه بتاخذها ب 900؟